قام السيد والي ولاية بشار بتدشين مقهى انترنت لفائدة مرضى السرطان، أين قامت اتصالات الجزائر بتجهيز المقر بأجهزة الإعلام الآلي لهذه الشريحة، مراعية للجانب النفسي للمريض والذي يحتاج إلى أكثر من مجرد علاج كيميائي. أصحاب بشار ملاقين بنا علامة، الحمد لله. الحمد لله يا ربي، أنا جاي من البلاد للبلاد. استقبلتنا بشار بكل حفاوية بكل ثقة، بكل رانا خلينا وليداتنا، خلينا كل شيء كاع لا فامي، خلينا استقبلتنا لوسبيتاليزاسيون تاعها بيان كوم يلفو. الحمد لله يا ربي، عندنا المرقدة انا راكدين سي ديجا بوكو. لو روبا عندنا لو روبا داروا لنا سيبر كافي، رانا عندنا لي بورتاب تاعنا نوي في اتوتور 24 سو 24. هي سيبر الوحدة كي تشرب الملل تجينا سيبرت تيفوني. اليوم زاد يعني لالجيري تيليكوم زاد يعني زادتنا دي ميكرو، يعني هنايا دخلت الانترنت بغني مع العاد، يعني باش يزيد يعني تستفيد لهاد الشريحه من الخدمات. هنا يعطيهم الصحه لالجيري تيليكوم، ونتمنوا الشفاء العاجل للمرضى، ونتمنوا التوفيق ان شاء الله لكل مسؤولي هذه الولايه باش نقدروا نزيدوا بها الى الامام. اليوم كنا في واحد المبادره طيبه قامت بها مديريه الاتصالات، هذا بطلب منا من جمعيه اعانه الاطفال المصابين بالسرطان، والحمد لله كانوا القبول من عندهم، واليوم درنا التنصيب. هذا السيبر هي كمتنافس للمرضى، لانه كانوا يفوتوا مده العلاج طويله بزاف، كان بعض المرات ديباسي ان موا. هذه المده الطويله غادي تضرهم نفسيا. اليوم هذا السيبر والحمد لله غادي يكون واحد همس وصل بينه وبين عائلتهم، ما يكونش غير في الغرفه تاعو، من الغرفه تاع العلاج، الغرفه تاع الراحه.